بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنبدأ نشتغل في طقم أطفال لسريرين 120، بس معلش ركزوا معايا عشان في أكتر من طريقة إحنا ممكن نعمل بيها طقم الأطفال. هو بيتعمل بطرق كتير قوي، أنا هقول لكم طريقتين أو ثلاثة من الطرق الأساسية اللي إحنا بنعمل بيها الطقم الأطفال. احنا بنشتغل واحنا بنشتغل في اللطقم مع الطبيعة، بنشوف الكلام ده. بس انا بقول للمبتدئين اللي ما عندهمش فكرة خالص واللي لسه مشتركين في القناة جديد، اللي هم ما شافوش معانا احنا بنعمل اللطقم ازاي. اول حاجة، اول طريقة ممكن اعمل بيها الطقم، لو انا عايزة اعمل طقم على القد ومش عايزة اكلفه كتير او مش عايزة ياخد قماش كتير، ممكن اجيب 5 متر ونص اعمل بيهم طقم للسريرين اطفال 1.20 متر. هعمل بيهم الموضوع ده ازاي؟ هاخد 5 متر ونص، هاخد منهم 90 سنتي، اعمل بيهم المخدتين، وهاخد 70 سنتي اعمل بيهم الخدديتين، والباقي اللي هيتبقى معايا يعني 90 و70 1.60 متر. ماشي، 1.60 متر. هيتفضل معايا حوالي 3 متر 90، 3 متر 90 تقريبا يعني، زائد 3 متر 90 بالتقريب، يعني انا بقول الرقم ده بالتقريب كده. هنقسم 3 متر 90 دول على السريرين ونعملهم، بس هو هيبقى على القد، يعني الطقم ده كده هيبقى يدوب على القد كده. يبقوا كل دول كده 5 متر ونص، 5 متر ونص. خلاص، يبقى انا ممكن اجيب 5 متر ونص واعمل بيهم طقم. طيب، الطبيعي اللي انا عايزه اعمل طقم بقى يكون كبير حلو ووافي معايا وكده، بجيب 6 متر، بجيب 6 متر قماش. ال6 متر قماش دول انا بعملهم بطريقتين. اول طريقة اني باخد 95 سنتي، 95 سنتي اعمل بيهم المخدات، زائد 75 سنتي اعمل بيهم الخدديات، زائد هنقول كام، 95 و75 يبقى 170. 170 من 6 متر يبقى حوالي 4 متر 30 سنتي، يبقى حوالي 4 متر 30 سنتي، 4 متر 30 سنتي، يبقى كده كله 6 متر. خلاص، ال4 متر 30 سنتي دول هقسمهم على 2، يبقى كل ملاية هتبقى 215. يبقى هيبقى عندي الخددية 75 سنتي، عندي المخدتين 95 سنتي، عندي الملايتين كل ملاية 215. طيب، الطريقة الثالثة اللي احنا ممكن نعمل بيها برضو 6 متر، هناخد 6 متر، هناخد 90 سنتي، 90 سنتي و90 سنتي، والباقي 90 سنتي و90 سنتي، يبقوا كام؟ 180. 180 هنطرحهم من 6 متر، 6 متر، هيبقى الباقي 3 متر. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. 180 يبقى 3 متر 20، لا متهيألي كده هيبقى صعب ان احنا نعمل الحسبة دي، لا انا هراجع الحسبة دي تاني وهقول لكم عليها، هراجعها وهقول لكم عليها. الموضوع لف معايا شوية. لو هناخد احنا 90 سنتي، لو هناخد 90 سنتي زائد 90 سنتي، هيتفضل معايا يعني 180، هيتفضل معايا 4 متر و20. هنقسمهم ال4 متر و20 على 2، يبقى هيبقى 2 متر، 4 متر و20 يبقى هيبقى معايا 210. ده الملاية، هنقسم 210 دول نخليهم الملاية. طيب، ال90 سنتي دول هنعملهم ليه 90 سنتي؟ عشان النظام ده كده انا بقصه لما يكون هقص ملاية 3D، فانا معايا الشكل عليه عروسة، عليه دبدوب، عليه وردة معينة، عليه حاجة معينة،
انا عايزه اجيبها على وش الخدوديه، فبحاول اقص 90 سنتي عشان اجيب رسمه على شكل الخدوديه. برضو هنشوف ازاي دلوقتي. يبقى انا عندي 3 طرق لقص الطقم، لو هنعمله ب5.5 طريقه، وطريقتين لو هنعمله ب6 متر. الكلام ده انا بتكلم على الطقم الفيلات. طيب بالنسبه للطقم اللي هو 90 و90 و4 متر 20، نشوفه هو الاول وبعدين نعمل الطقم التاني. طيب لو انا هعمل الطقم 90 و90 هعمل ايه؟ الاول انا بعمل الحكايه دي زي ما قلت لكم كده عشان لما يكون عندي طقم 3 دي عليه شكل دبدوب، عليه شكل عروسه، عليه شكل حاجه. باخد الاول 90 سم دول من القماش وبوسطن ورد، الورده اللي انا هعملها بوسطنها، بيبقى معايا 90 سنتي دول 90 في 240. خلاص. طيب باخد الاول من 90 سنتي دول، انا معايا العرض اهو 90 سنتي في 240، بقص الاول من 90 سنتي دول متر و10، باخد من ال 90 سنتي دي الطول دي ما بعملش فيها حاجه، العرض ده 210، باخد منه الاول متر و10، يتفضل معايا كام؟ متر و10، باخدهم من المترين و40، يتفضل معايا متر و30. ماشي. يبقى معايا 90 سنتي فيه متر و30. خلاص. دول بعملهم كيس مخده. تمام. طيب نيجي بقى للمتر و10 دول. المتر و10 دول انا عايزه اخد منهم، اقسمهم الاول نصين، بقسمهم نصين متر و10، بيبقى عندي 55 في 90 و55 في 90، دول المتر و10. ال55 في 90 دي انا عايز اعمل بيهم الخدوديتين. طب الخدوديه مش عرضها 90، الخدوديه عرضها 70 او 75، فانا باخد منها مثلا 72، يتفضل معايا حوالي 18 سنتي. دول باخدهم ال 18 سنتي، باخدهم اعمل بيهم قلاب. خلاص. وباخد برضو من نفس الخدادية دي برضو باخد منها 72 سنتي، وبشيل 18 سنتي، دول بعملهم قلاب للخدادية التانية. خلاص. يبقى انا قسمت لكم التقسيمة اهي. طب نيجي نشوف التقسيمة دي على الطبيعة هنعملها ازاي. انا معايا دلوقتي اهو القماش ده، كده البرسل بتاع القماش اهو، ده كده العرض، ده 90 سنتي، ده معايا كده 90 سنتي، وده معايا كده متر و20، 120 في 2 ده كده 120، وده كده 120 في 2. خلاص. يبقى عرض القماش 240، ودول 90 سنتي. طيب انا هاخد الاول هفرد القماش 90 سنتي دول، انا هفردهم كده، بقيت معايا اهو، بقيت معايا الجزء ده 240 اهو، الجزء ده كده 240، والجزء ده كده 90 سنتي. خلاص. الجزء ده 90 والجزء ده 240. انا هقص الجزء ده الاول، هاخد منه 110 اهو، هاخد الجزء كده 110 كده اهو، هاخد 110 واقصهم. بقيت معايا الجزء ده كده 130، الجزء ده كده بقى معايا 130. ال130 دول باخدهم اعملهم كده المخدة. خلاص. كده بتنيها كده وبتبقى معايا المخدة. هو بيبقى العرض ده كده 90 سنتي، بيبقى العرض كده 90 سنتي وكده، وبعملهم المخدة واتنيها كده واقفلها، بقيت كده معايا كيس مخدة. خلاص. طيب دول المتر و10، دول المتر و10، هعمل فيهم ايه؟ المتر و10 في 90 سنتي، انا معايا 90 دول، اللي معايا 90 دول كده في المتر و10، عايز اعمل بيهم الخدوديات. باخد من 90 الاول 20 سنتي، الجزء ده كده 20 سنتي بشيله،
اهو. وبعمل الخدادية 70 سنتي. بتبقى عندي الخدادية 70 في 55، 70 في 55 أو 72، والجزء 18. وبنيجي الجزء اللي خدناه اللي هو 18 سنتي ده بناخد منه جزء على قد القلاب، ويبقى أنا كده عملت القلاب خلاص. دي طريقة لقص المخدة وخدادية. طبعا أنا وأنا بقص الخدادية دي بوسطا على أساس إن أنا أخلي اللعبة تيجي في نص الخدادية. لو أنا هقص طقم 3D أخلي اللعبة تيجي في نص الخدادية خلاص. دي طريقة لشرح الطقم اللي هو بناخد 90 سنتي و90 سنتي. طب نيجي للطريقة التانية اللي هي بناخد احنا 95 سنتي و75 سنتي للخدديات خلاص. تعالوا نشوفها هنعملها ازاي. بالنسبة للطقم اللي احنا هنقصه 95 و75 وباقي 6 متر هنعملهم للملايتين. طيب هناخد 95، مش هنعمل فيهم حاجة خالص، هناخد 95 سنتي نقسمهم نصين، هيبقى معايا جزئين، كل جزء 95 سنتي في 120 سنتي. تمام. ونتنيهم ونقفلهم، دول كيس مخدة. طيب نيجي بقى للخدادية. أنا معايا 75 سنتي، أعمل إزاي 75 سنتي؟ أنا عندي القماش أهو مقفول من الناحية دي ومفتوح من البرسل الناحية دي. هعتبر إن القماش ده مش مفتوح كده، هعتبر إن القماش ده مقفول كده، الجزء ده المقفول اللي هو زي ده، اللي هو زي ده. هقيس 75 سنتي وأقصه معايا كده 75 سنتي، وليكن الجزء ده كده 75 سنتي، هقصهم. وبعدين اجي انا معايا اهو 75 سنتي، هنا في برسل، هنا في برسل، وهنا في برسل. ده كده الطول ده 120، وهنا الطول العرض ده 75 سنتي. الطول ده كده 120، انا عايز اخد منه 55 سنتي. اخد من الطول اللي هو 120 ده، انا معايا الطول ده 120، هاخد منه جزء 50 سنتي وجزء 50 سنتي اهو، هيتفضل معايا 20 سنتي، او ممكن ازود عن الخمسين سنتي شوية، مثلا 52، اخلي 52، اخد جزء كده 52 وجزء 52، واقص كده. الزيادة هتبقى حوالي 18 سنتي كده، هتبقى الزيادة دي يعني هيبقى الجزء اللي هقصه ده حوالي 18 سنتي، 18 سنتي، والجزء ده هيبقى حوالي 52 سنتي، في 4 أجزاء كده 52 سنتي. نقصهم كده اهو، فتحناهم كده ال4 أجزاء، بقيت معايا انا كده 4 أجزاء 75 سنتي في 52 سنتي خلاص. ومعايا جزء كده 18 سنتي برضو في نفس العرض اللي هو 120 سنتي. هاخد القلاب كده احطه، ال18 سنتي دول هعملهم هم دول القلاب، واخد الزيادة اشيلها انا مش محتاجاها. اهو كده بقيت معايا كده اهو وش وظهر الخدادية، وش وظهر. بقيت معايا وش وظهر وقلاب، وش وظهر وقلاب. وبكده بيكون الطقم اتعمل اهو، خداديتين كده. يا رب يكون الموضوع سهل وتقدروا تعرفوا احنا عملنا ايه في الطرق اللي احنا عملناها دي. وانا بصراحة كان المفروض ان انا اعمل ده فيديو لوحده وده لوحده، قص الطقم ده لوحده وقص الطقم ده لوحده، بس انا حبيت اعمله كله فيديو واحد يبقى لامم الطرق اللي هي بنعمل بيها الطقم السرير 120. حاولوا تتفرجوا على الفيديو كله ما تجرهوش، عشان هو فيه معلومات على مدار الفيديو، كل المعلومات موجودة على مدار الفيديو، لو جريتوا حتة مش هتعرفوا توصلوا للي احنا كنا بنقول ايه. واي حاجة ما وصلتش، اي حاجة مش مفهومة قولولي، وانا اعيد الشرح تاني ان شاء الله. استنوني في درس جديد نعمله مع بعض ان شاء الله.
يا رب يكون الدرس ده مفهوم وتكون المعلومة وصلت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.